بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامونتال، واليوم إن شاء الله مع التمرين الثاني من السيركوي سور السيركوي تريفازي. إذا كنا شفنا التمرين الأول، واليوم إن شاء الله راح نشوفوا التمرين الثاني. في هذا التمرين الثاني، السيركوي donné par la figure comporte une impédance infinie. Une impédance infinie, تقدر تقول بلي عندك سيركوي اوفر. مثلا قطعت اون فاز، كاين كوبور دون فاز. سيركوي اوفر. Dans la phase 2 كي ما راه بين في لا فيغور نتاعنا. هنا صح. ولا شارج راهي كونيكتي اون ايتوال. كالكولي VO2, donc calculer la tension, ou la tension du bilax, VO2, sachant que le système triphasé est alimenté sous une tension de 220, donc ND, la tension entre phase est 208 volts. وعطالي لا سيكونس اتونسيون هذه ما تنساوهاش. لا سيكونس 1 2 3. اذا اخواني الكرام، على بالي بلي كثير من الطلبه في البرنامج تاعها هو نفس البرنامج تاع الكتروتكنيك. عفوا، لكن الخلاف انه كاين اللي يبازي بزاف على لا سيكونس هذه، كاين اللي ما يبازيش عليها. دونك ديروا فراسكم بلي هذا مجرد اصطلاح وما عندوش يعني. المهم اذا عطاها لك لازم تخدم بها، اذا ما عطاها لكش تخدم بواش عطا لك في التمرين. حنا لا سيكونس واش من الفايده نتاعها؟ باختصار لا سيكونس نعرفوا منها لو ديفازاج تاع لي طونسيون. لانه علاش انا عطالي باللي 208، انا على بالي مثلا بلي U12 راح تساوي 208 افيك ان سيرتان ديفازاج ما نعرفوش، وعلى بالي بلي U23 راح ايضا تساوي 208 على جسم سيستمي كيليبري افيك ان سيرتان ديفازاج انا ما نعرفوش. وعندي ايضا U31 يساوي اون تيرم دو موديل 208 بصح الديفازاج ما نعرفوش. منين نجيب هذا الديفازاج؟ نجيبو من لا سيكونس كي يعطيها لي. هذا هو الفائده تاع لا سيكونس. اذا ممكن في التمرين هو يعطيك لي ديفازاج، ممكن يخليك الخيار ليك انت تدير لي ديفازاج، ممكن يعطيك لا سيكونس ويقول لك منها استنتج لي ديفازاج. صح، لا سيكونس 1 2 3 ولا ا بي سي نرسموها لهنا. ها كيفاش تجي؟ تفوت ترسم ان تريونغل، ثم هذا عندك 2 3 2 3 1 ولا عفوا 3 2 1 3 2. اذا هذو هما لي طونسيون تاعك. هذا ال U12، هذا ال U23، وهذا ال U31. لهنا كي ندو هذا لا كونفيغوراسيون اخواني الكرام، دونك نعرفو بلي ال U12 عندو بلوس 120، U23 عندو 0، و ال U31 عندو موان 120. اذا هنا دونك نقدر فاسيلمون نقول بلي ال U12 عندو بلوس 120، U23 عندو 0، 31 عندو موان 120 دوغري. هذه الفايدة نتاع لا سيكونس. صح، إذا هاو المعلومات عطالي. دوك عندي لي 3 طونسيون وعندي لي 3 زامبيدونس. عندي هذه لامبيدونس انفيني، عندي هذه موان جي 100، وعندي هذه 100. الآن المطلوب أننا نحسبو لا طونسيون في او 2. اول حاجه كي نقولو سيركوي اوفر اخواني، معناه لو كورون اي 2 هنايا يساوي صفر. عندي ان كورون اي 1، عندي ان كورون اي 3 تاع لا ترويزيام فاز، و لو كورون تاع لا دوزيام فاز يساوي صفر. عاجل عندي ان سيركوي اوفر، دونك مكانش ان باساج دو كورون، دونك لو كورون ايكال ا زيرو. اذا هذه المعلومه هي اللي نطلق منها. علاش نطلق منها اخواني الكرام؟ على جال على بالي بلي في لو نو هذا
I1 plus I2 plus I3, tu sais où c'est faire, bien sûr, nombre complexe, nombre complexe, nombre complexe. Ça, ou عندي معلومة عندي معلومة باللي I2 تساوي الصفر. إذن يا إخواني الكرام يبقى لي أنه I1 راح يساوي مو I3 on number complex. صح، من هذه المعلومة تجي الانطلاقة إخواني الكرام. صح، الآن نقدر نكتب له الوضع ما إلى هنا. تبعوني، هذا سي في أ وهذا في دو اللي هو أو دو، أنا نختصر الأو هذاك باش من، وهذا في ترو. صح، لو كان نكتب له الوضع ما إلى هنا واش تجيني إخواني الكرام؟ تجيني أو أن دو نومبر كومبلكس موان في أن nombre complexe plus V2 nombre complexe tu sais au 0 et then V2 راح تساوي V2 راح تساوي V1 moins U1 2. صح، بنفس الطريقة إخواني نقدر نخدم هذا العمل، نقدر نخدم هذا العمل أو هو الاتجاه تدير كيما تحب أو ندوه منه. جيني U 2 3 فيكتور ناقص V 2 بلس V 3 تساوي صفر. هنا أيضا صفر شعاع. صح، إذا أيضا منا نقدر نزيد نخرج V 2 هنا فيكتور V 2 أيضا منا نقدر نديها تساوي U 2 3 بلس V 3. إذن الآن عندي معادلتين. إذن عفوا على الانقطاع، إذن قلنا عندنا دو زيكواسيون، عندنا هاد لا بروميير زيكواسيون وعندنا هاد لا دوزيام زيكواسيون. صح، الآن خمو معايا قليلا، لو كان نجي نخدم بهاد لا مايل هذه، هنا عندي U 3 أيضا ما ننساهاش، نجي نخدمها ودوك تلاحظوا الفايده نتاعها واش هي. ما تنساوليش برك باللي قلنا باللي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 فيكتور فيكتور تساوي فيكتور 0، وقلنا باللي هذا يصبح 0، دونك اي 1 تساوي مو اي 3. دوك تشوفوا الفايده لانه هذيك تساعدنا في هذه. صح، نجي نكتب لامايل هذه، دونك نجي نقول ندير هكذا، دونك عندي الاو 3 ا ناقص ال في 3 بلس ال في 1 تساوي صفر. لاحظوا معايا الان او 3 سي تي دوني، هذه عطانا 208 وعطانا لا سيكونس، جبنا منها الديفازاج سي بون. ال في 3 هي زاد 3 اي 3، دونك نقدر نكتبها هي زاد 3 اي 3. صح، زائد ال في ا واش هي؟ هي زاد ا اي ا. اور كو نقدر نعوض، تبعوني، نقدر نعوض مو اي 3 نقدر نعوضه في اي ا، دونك ال او 3 ا راح تساوي هنا تساوي هنا راهي ناقص، اذا تساوي الصفر، اذا هنا نكمل بناقص ناقص، إذا تولي موا إي 3 تولي إي 1، دونك تولي بلوس زاد 3 إي 1، بيان سور هنا فيكتور 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 فيكتور، زائد زاد 1 نومبر كومبلكس إي 1 نومبر كومبلكس تساوي صفر. دوكا نقدر نخرج إي 1 أون فاكتور، دونك تولي أو 3 1 نومبر كومبلكس زائد زاد 1 زائد زاد 3 اي 1 تساوي صفر، كيف كيف نمبر كومبلكس. الان نقدر نخرج لو كورون اي 1، نقدر نخرج لو كورون اي 1
واللي هو ناقص اي 3 اللي راح يساوي لل U 3A تقسيم زاد A بلس زاد 3. إذا واش راني درت إخواني الكرام؟ راني تحصلت على لو كورون إي أن و لو كورون إي 3. إين فوا عندي لي دو كورون هادو نقدر نعاود نرجع نطلع لكم للفوق. صح، معناه ولا خلي نكمل لهنا. معناه نشرح لي أيوا، معناه مادام عندي لي دو كورون هادو معناه عندي في أن لي تساوي زاد أن إي أن، وعيض وأيضا عندي في 3 لي تساوي زاد 3 إي 3. هادو كلهم راهم محسوبين. مادام عندي الفي أن والفي 3 وعندي أيضا أو أن دو عطاوهولي هو 208 120، أو دو 3 عطاوهولي بلي 208 0 دوغري، وعطاولي أو 3 أ 208 120 دوغري. دونك عندي تقريبا كاع واش يسمح لي باش نخرج لو كورون عفوا لا طونسيون في دو. نجي لهنا دونك في ان عندي و ان دو عندي، نقدر نحسب في دو سوا بهاد ليكواسيون كيما نقدر نحسب في دو بهاد ليكواسيون. اذا هذا هو التمرين لا ديفيكولتي. الان اتونسيون نبهكم عليها، لما تجي تجمع حذاري الاعداد المركب، لازم الان في هذا التمرين تخدم كل شيء عدد مركب، تجمع جمع اعداد مركب، تطرح اعداد مركبه، تقسم قسمه اعداد مركبه. طبعا انا مش راح اخليكم بدون حل، الحل موجود على الموقع. اذا الحل بالجمع والطرح وكل شيء موجود على الموقع بصيغه بي دي اف تقدروا تحملوه، وهنا راني نفهمكم الحل كيفاش. اذا هذا لي فيديو هذو ما تتم لصيغه بي دي اف، صيغه بي دي اف كاين الحل، لكن ربما كاين امور لازم تنهضر، لازم تنشرح، يبقاو غموضات. نحاول انا ان نفهمكم، والفيديو ماذا بيا تعلموا منه طريقه التخمام مش الحل. الحل موجود في البي دي اف، واصلا التمارين هذه قد موجوده في جهات اخرى، موجوده في كتب اخرى، موجوده في دي سيري تي دي، في جامعات اخرى، ماهيش حاجه يعني خاصه. ولكن انا اللي حاب اللمسه اللي حاب نضيفها لكم، اللي حابكم تكتسبوها، هو التفكير العلمي، هو التفكير العلمي والمنهجيه كيفاش يعني تتعامل مع المشاكل هذه. لانه في النهايه نتاع احنا حابين نكونوا مهندس، والمهندس اهم حاجه عنده هو الانجينيرينغ، هو يعني يكون عنده تفكير خاص، تفكير خاص المهندس تفكيره مش كاي اي اي شخص. اذا الى هنا وصلنا الى نهايه هذا التمرين. ممكن فقط نوري لكم الحل اللي كيما راه محطوط في الموقع. اذا في الموقع عطينا لكم الحل، عطينا لكم باللي كيكون عندي ان سيركوي اوفر، معليش نضطر نروح كيف للستيلو. كيكون عندي سيركوي اوفر لو كورون اي دو يساوي صفر، عندي لاسومب دي كورون، دونك استخرجنا بلي اي ان يساوي اي 3، ودائما نقول لكم نمبر كومبلكس. دوتر بار حنا كتبنا لا لوا دي مايل كيما درنا في الاخر، وعوضنا الاي 3 هنا، درت الاي ان بالاي 3، دونك هي نفسها، اما تخرج اي ان اما تخرج اي 3. دونك قدرنا نحسبوا اي 3 وهو نفسه نوا اي ان. اون فوا عندي لو كورون اي ان، نعرف لا طونسيون تاعي من لا سيكونس، هضرنا عليها من لا سيكونس. دونك زاد ان مع زاد 3 نجمع عدد مركبه، دونك عندي 100 ناقص جي 100 يجيني عدد مركب. نروح نقسم عدد مركب على عدد مركب، يجيني عدد مركب لو كورون اي 3. ومن بعد لو كورون اي 3 مادام عندي في 3، عندي اي 3 معناها نقدر نحسب في 3، هذا هو في 3. من بعد عندي في 2 تقدر نحسبها، هي اي 2 3 بلس زاد 3 اي 3. اي 2 3 من لا سيكونس على بالي بلي صفر، ثم نروح نحسب في 3. اون فوا عندي في 3 نقدر نحسب في 2، واتونسيون هنا كاين عدد مركب زائد عدد مركب، وبالتالي تجمع الحقيقي مع الحقيقي يجيك الحقيقي، تجمع التخيلي مع التخيلي يجيك التخيلي، ثم الحقيقي مربع زائد التخيلي مربع يعطي لك الطاولة والعمدة لا طونجونت تاع لا بارتي ماجينال على لا بارتي ريال، باش تجيك لا طونجونت تاع العمدة، ثم دير لارك طونجونت طونجونت موانز ان باش تجيب الزاوية. إذا هذا هو الحل في الموقع، باش نعطيكم صورة. دائما أنا الحل بالتطبيق العددي حطه في الموقع،
ثم الإضافة في الفيديو شنو هي، نشرح لكم كيفاش دير الحل هذا. وحب تكتسب نوع كما قلت لكم ريزونمون دان انجينيور. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.